خبر يزمن تم الفائدة الله بر والأيادي شاهدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بهك نطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. بسم الله. قال الخبر هو الذي تتم به مع المبتدا فائده كالله جل جلاله بر الله مبتدا وبر تمت به فائده مع المبتدا فهو خبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى لم يقل مع المبتدا قال ما هو الجزء الذي تتم به الفائده يدخل في ذلك الفاعل. تقول قام زيد زيد تمت به مع قام فائده. قالوا لا اعتراض على ابن مالك. ابن مالك مثاله جزء من قاعدته. قال كالله بر بر خبر تمت به فائدة مع مبتدأ فالمثال أوضح مثال وضح بالمثال أن الخبر تتم به فائدة مع مبتدأ. قال رحمه الله كالله بر والأيادي النعم شاهدة على ذلك ومفردا يأتي والمفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة وإن كان لفظه مثنى أو مجموعا فهو مفرد. تقول الزيدان حاضران نوع الخبر مفرد وإن كان لفظه مثنى. الزيدون حاضرون حاضرون هنا في هذا الباب الصلاح نقول عنه مفرد وإن كان لفظه مجموعا فالمفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة. والجملة نوعان جملة اسمية مثل زيد أخوه قائم وجملة فعلية نحو زيد حضر أبوه. وشبه الجملة نوعان ظرف أو جار ومجرور. ظرف نحو والركب أسفل منكم جار ومجرور نحو الحمد لله. فمن قوله والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. ما الذي سيقت له؟ سيقت للمبتدأ يكون فيها معناه أي ضمير يعود عليه. تقول زيد حضر أبوه الهاء في أبوه يوافق زيد وهو المبتدأ. هند حضر أخوها ها توافق الهندات حضر أبوهن هن توافق الهندات. الهندات أبوهن حاضر. إذن إذا كان الخبر والجملة لا بد أن يكون فيها ضمير يسمى الرابط يعود على المبتدأ ويوافقه إفرادا وتثنية وجمعا وتأنيثا وتذكيرا. فأنا قولي حاوية معنى الذي سيقت له. والروابط أربعة. الأصل الرابط أن يكون ضميرا وقد لا يكون قد يكون تكرار المبتدأ بلفظه. الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ ما اسم استفهام مبتدأ والحاقة خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. والرابط أنك كررت المبتدأ بلفظه. القارعة ما القارعة؟ هذا رابط. والرابط الثاني الإشارة إليه. تقول زيد ذلك شجاع زيد مبتدأ وذلك إشارة إلى زيد وهو مبتدأ مبني في موضع رفع وشجاع خبر ذلك وذلك شجاع الجملة موضع رفع خبر المبتدأ الأول. واضح؟ ولباس التقوى ذلك خير من هذا القبيل. وقد يكون الرابط اندراج المبتدأ في عموم. تقول زيد نعم الرجل زيد مبتدأ نعم فعل ماضي جامد والرجل فاعل مرفوع بنعمة وليس هناك ضمير يعود على زيد. لكن ألف الرجل جنسية وزيد بعض أفراد الجنس زيد بعض الرجال هذا رابط إذا حصل بالرب. إذا نقول الرابط في الأصل يكون ضميرا ويكون تكرارا للمبتدأ بلفظه ويكون إشارة إليه ويكون اندراجه ضمن عموم أربعة. قال رحمه الله وإن تكون إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وك. إذا كانت الجملة المخبر بها عن المبتدأ عين المبتدأ في المعنى يستغني عن الرابط مثل نطقي الله حسبي نطقي مبتدأ الله حسبي مبتدأ وخبر. ليس في الجملة أي ضمير يعود على نطقي لكن الجملة في المعنى هي المبتدأ الله حسبي يا نطقي. هجر أبي بكر لا إله إلا الله شأنه وحاله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليس فيها ضمير يعود على هجر لكن الجملة المخبر بها عن المبتدأ هي المبتدأ في المعنى. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس فيها ضمير على أفضل لكنها نفس المبتدأ في المعنى. وكذلك قولنا قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله جل جلاله مبتدأ وأحد خبره والجملة خبر لهو وليس في الجملة ضمير يعود على هو لكن الجملة هي نفس المبتدأ هو الشأن والواقع والحال أن الله أحد فالجملة نفس المبتدأ بالمعنى فيستغنى الرابط. هذا من قوله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. قال رحمه الله والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. إذا كان المفرد جامدا الاسم في العربية نوعان
جامد ومشتق، كاتب مشتق من الكتابة، ضارب مشتق من الضرب، لكن جبل وغلام ثور جمل هذه اسماء جامدة. إذا كان الخبر جامدا لا ضمير فيه، تقول زيد أخوك، أخوك جامد لا ضمير فيه، أخوك هذا جامد لا ضمير فيه. فإن كان الخبر مشتقا ففي ضمير على المبتدأ، تقول زيد قائم، قائم مشتق، التقدير هو الزيدون قائمون هم، هل ما نقول وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، واضح؟ قال رحمه الله وإياه: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. قال: والمضمر والمفرد الجامد فارغ، والمفرد الجامد فارغ، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، لكن يجوز إبرازه. تقول زيد قائم، إن قلت زيد قائم هو سائق، لأن الستار الفاعل هنا جائز لا واجب، ولو أبرزته لا حرج، لكن يجب عليك إبرازه فيما قال. قال: وأبرزنه مطلقا، أي الضمير المتحمل مطلقا، ألبسه أو لم يلبس، حيث تلا، حيث تلا الخبر ما، أي مبتدأ ليس معناه محصلا له بل لآخر قبله. ومثال ذلك تقول: زيد عمرو ضاربه. إذا أردت أن تخبر بضاربية زيد ومضروبية عمرو، تلاحظ أن الخبر جرى على غير ما هو له في المعنى، أما في اللفظ هو له. لو قيل لك علي تقول زيد مبتدأ وعمرو مبتدأ وضاربه خبر لعمرو، لكن جرى عليه في اللفظ لا في المعنى، لأن المتصل بالضاربية زيد، فالخبر جرى على مبتدأ ليس له، تبرز الضمير تقول هو. هذا فيه إلباس. لكن لو قلت زيد أو هند زيد ضاربته، لا إلباس فيه، واضح أن الضاربية لهند. قال لك أبرزه أيضا، تقول هي، أنا أقول هي مطلقا، ألبسه أو لم يلبس، خلافا للكوفي. قال: إذا كان لا إلباس في الموضوع لا ضرورة لإبرازه. واستدلوا بقول الشاعر: قومي ذرى المجد بانوها، قومي ذرى المجد بانوها، وقد علمت بكون ذلك قحطان وعدنان، وعدنان وقحطان. قومي ذرى المجد، قومي مبتدأ، ذرى المجد مبتدأ، وبانوها صفة قومي قطعا ليس ذرى المجد، الخبر جرى على غير من هو له، وما ذلك لم يقول بانوها هم. واضح؟ هو ابن مالك رحمه الله تعالى جرى على المذهب البصري، قال أبرزنه مطلقا. كذلك في هذا المثال: زيد هند ضاربها، زيد هند ضاربها، زيد هند ضارب، واضح أن القائم بالضاربية زيد، فالخبر جرى على غير من هو له قطعا، قال مع ذلك ولا إلباس فيه، ليس فيه إلباس، واضح أن الضرب من زيد، ما ذلك تقول هو على قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا، ليس هذا فقط، بل كذلك نقول زيد عمرو ضربه. إذا أردت أن الضارب زيد تقول هو، الخبر هنا جملة ليس مفردا. أما إذا كان الخبر جرى على من هو له، ففي هذا المثال لو كان القائم بالضرب عمرو، فالخبر جرى على من هو له في المعنى، لا ضرورة لإبراز، بل يجوز إبرازه لأنه من قبيل الفاعل، جائز الستار، جائز الستار. أنا قوله وأبرزنه، قلت هذا البيت بيت واحد، فاق بيتين في الكافية، في الكافية قال: وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا، بالمذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. البيت الوحيد هذا قال: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه، المهم المعنى لو محصلا. نعم. قال: ليس هذا فقط، ليس الخبر مفردا فقط، قال يقع وليس الجملة فقط، سبق أن بادر بأن الخبر يكون مفردا ويكون جملة اسمية ويكون جملة فعلية، وشرطها وجود رابط إلا إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى. قال: ليس هذا فقط، كذلك يخبر بالضرب بحرف الجر، والركب أسفل منكم. قال: ناوينا معنى كائن أو استقر، الركب مبتدأ وأسفل ظرف منصوب متعلق ومحذوف تقديره كائن أو استقر، فإن قدرت كائن كان الإخبار من قبيل مفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل جمل، معنى كائن استقر. وابن مالك من دقته قال معنى كائن أي ما يؤدي معنى كائن، مستقر أو كائن أو موجود، أي شيء يؤدي معنى كائن أو استقر كذلك. كذا تقول زيد أمام الدار، زيد مبتدأ وأمام ظرف منصوب متعلق بمحذوف خبر، هذا ما قاله. وبعض الأقدمين يقول أمام الدار يقول أمام ظرف منصوب، وشبه الجملة محل رفع، وهو الذي يدرسه في مدارسنا اليوم.
نقول جار ومجرور والظرف هو الخبر ولعل هذا الاسم. نعم. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفت فأخبر. اسم المكان يرحمك الله اسم المكان يخبر به عن الجثث والمعاني، تقول زيد خلف الجبل والسباق خلف الجبل. واسم الزمان لا يخبر به الا عن المعاني، لا يخبر به عن الجثث، تقول السباق ويوم الجمعه ولا تقول زيد يوم الجمعه. هذا الاصل. ولا يكون اسم الزمان خبرا عن جثه وان يفيد فاخبر صنع من كلامهم رطب شهري جمادى، قال هو على حذف مضاف نضج الرطب، فصار الخبر عن معنى النضج. الورد ايار، الورد ايار، ايار الشهر الخامس من السنه الاعجميه، ايار الورد ايار نضج الورد او طلوع الورد ايار، رجعت الى 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 الاخبار باسم الزمان عن 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 معنى. الليله الهلال، الليله الهلال، الليله طلوع الهلال، قال وان يفيد فاخبر. ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفدك عند زيد النمره، قال لا يجوز الابتداء بالنكره. الخبر حكم والنكرة مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد، لا بد أن يكون المبتدأ معرفة. لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. الأقدمون لم يشترطوا غيرها، قالوا إذا أفادت. قال أبو حيان وكل ما ذكرت في التفصيل يرجع للتخصيص والتعميم، يقول يخبر عن النكرة إذا خصصوا عن مثلا ما قاله. والمتأخرون أكثر من المقل ومن المكثر، وبعضهم وصلها إلى نحو الأربعين، وبعضهم اختصرها في أقل من ذلك. قال ولا يجوز لبس ذا بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النكرة. إذا كان المبتدأ نكرة وخبره، وتقول في الدار زيد، وتقول أخوك زيد، تقدر أن الذي يجهله المخاطب هو الخبر. أنا أقول هي وجوز التقديم إذا لا ضرر، إذا لم يضر بالصيغة. نعم. منعه التقديم، منعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان. إذا كان المبتدا والخبر معرفتين فالمقدم منهما هو المبتدا، فتقول زيد أخوك، زيد هو المبتدا وأخوك الخبر. فإذا قلت أخوك زيد تقدر أن له أخوك هو المبتدا وزيد هو الخبر. وقوله حين يستوي الجزءان لا يريد أن المعارف تتفاوت في التعريف، المهم أن يشتركا في التعريف، وإلا فاسم الإشارة، اسم الإشارة أقل تعريفا من المضاف إلى الضمير. أخوك هذا، أخوك هذا، أو هذا أخوك، لا تقول إنه هذا أقل تعريفا من لفظ أخوك. واضح؟ المهم الاشتراك في أصل التعريف. فمنعه حين يستوي الجزان عرفا ونكرا عادمي بيان. كذلك تقول خير منك خير من زيد، المبتدا والخبر نكرتان، المقدم في النطق هو المبتدا. فاذا وجد البيان، وجد البيان وعرف المقصود، لا حرج في تقديم الخبر على المبتدا. فلو قيل لك اعرف ابو حنيفه ابو يوسف، تقول ابو حنيفه خبر وابو يوسف مبتدا، لان مراد المتكلم ان يشبه ابا يوسف بابي حنيفه والعكس. وتقول بنونا بنو ابنائنا، مراد المتكلم ان يقول بنو ابنائنا بنونا، قدم الخبر لوجود قرينة تدل على المراد. كذلك إذا لم يتساويا فتقول قادم رجل صالح، لا حرج في هذا. المبتدأ نكرة والخبر نكرة، لكن لم يتساويا في التنكير. المبتدأ خصص بوصف ساغة تأخيره، هذا كل ما في مقوله ما حين يستوي الجزاني عرفا ونكرا. فإذا لم يتساويا ساغة تقديم الخبر على المبتدأ. كذلك إذا كان الفعل كان الخبر، إذا كان الفعل هو الخبر ورفع ضميرا مستترا، يجب في هذه الحالة أن يقدم المبتدا، مثل زيد قدم. لا تقول قدم زيد على أن مرادك زيد قدم، فإذا رفع الفعل ضميرا بارزا صار التقديم، فتقول قدم أخواك. قدم فعل وفاعل والجملة رفع خبر، وأخواك مبتدا. وتقول قدموا إخوتك على أحد الأعاريب، قيل يلتبس هذا بلغة أكلون البراغيث، تلتبس الصيغة بلغة أكلون البراغيث وسوتتك. قالوا تقديم الخبر على المبتدا أكثر شيوعا واستعمالا من لغة أكلون البراغيث. أنا أقوله كذا إذا ما الفعل كان الخبر وكان رافعا لضمير مستتر، بأن رفع ضميرا بارزا لا حرج في تقديمه.
وقصد استعماله منحصرا فيه المبتدا، وقصد استعماله منحصرا كقولك انما المؤمنون اخوة، الخبر استعمل والقصد انحصر فيه المبتدا، حق المحصول التاخر، واضح؟ انما الله اله واحد. نعم. او كان مسندا لذي ابتداء، او كان اي الخبر مسندا لذي اي لمبتدا، حذف الموصوف واقام الصفه مقامه. او كان الخبر مسندا لمبتدا ذي لام ابتداء، مثل لزيد عالم، لزيد عالم، لا بد ان تؤخر الخبر لان ما اتصل به لام ابتداء يجب ان يتقدم، كما ان لام ابتداء حقه التقديم. او كان مسندا للازم الصدر، او كان مسندا للازم الصدر، او لازم الصدر اي مسندا لمبتدا لازم الصدر، كمن لمنجدا، ومن عندك، من لمنجدا، لا تستطيع ان تقول عندك من، لان اسماء الاستفهام لها الصداره، واضح؟ لا بد ان نقول من عندك من المبتدا. كيف نعرف هذا؟ اسم الاستفهام انظر في خبره، اذا كان خبره، انظر في جوابه، اذا كان جوابه خبرا فهو خبر، واذا كان جوابه مبتدا فهو مبتدا، واضح؟ اعرابه يتوقف على جوابه.